ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا دكتور عمر خليل، أخصائي أمراض البطنة العامة. طبعا أنا بعمل لايف للمدونة بتاعتي على مباشر يعني منها، وكان آخر المواضيع اللي أنا كنت كتبتها اللي فيها نقاش اليومين دول عن أهمية عمل تحليل الدهون اللي هو الليبيد بروفايل، أعمله صايم ولا أعمله فاطر. طبعا الآراء اختلفت والفتاوي كترت والكلام كتر جدا. بالمناسبة هو النيو ايفيدنس جايد لاين اللي نزلت بتقول انه الليبيد بروفايل يكون موستلي لازم يكون يعني خلاص فاطر، ما عادش موجود او مهم انه نعمله صايم زي ما اتعودنا يعني. في طبعا كلام كتير في الموضوع ده، وفي مقارنات موجودة حسب الأمريكان كارديولوجي كوليدج، أمريكان كوليدج أوف كارديولوجي، كانت اتكلمت في الموضوع ده وعملت موضوع محترم وكبير عنه. وطبعا دلوقتي خلاص ابروفد الدراسة دي. وطبعا في ناس بتقول إنه لا الكلام ده مش صحيح وكده يعني، ولكن في الحقيقة هو ده النيو جايد لاين، شاء من شاء وأبى من أبى. ما فيش خلاص يعني دي جايد لاين عالمية، بس في شوية الاختلافات إنه هم actually بيتكلموا في الحقيقة بيتكلموا عن الكوليسترول mainly، يعني هو اللي هنعمله في أي وقت. وبعض التفسيرات بتقول إنه لو هيكون على التريجليسرايد مش مهم. بعض الناس قالت انه لا، يعني اللي يخليك تعمل ليبيد بروفايل عشان الكوليسترول عشان تجيب بالمره نتيجه التريجليسرايد يبقى تعمله ايه؟ فاستنج، يعني تعمله صايم للمريض من 12 ساعه وكده يعني. فده طبعا ماشي كلام معقول وكده يعني، ولكن الايفيدنس سبيس حطت مقارنه وقالت يعني اهميه، يعني انا كنت نزلتها برضك في تدوينه على دكتور عمار خليل المدونه الخاصه بيه، وكانت مقارنه بين اهميه عمل تحليل الدهون في الدم صايم او فاطر. طبعا الدراسه دي او في دراسات كتير قوي نزلت من 2016 و17 واوائل 2018، ولكن في منتصف او اواخر او يعني في اواخر 2018 ابروفد انها جايد لاين، وبداوا يشتغلوا بيها ونزلوها في المؤتمرات الاخيره بتاعت الكارديولوجي والليبيد والسكر في مصر وفي العالم. فراحت الكارديولوجي من اللي هو موقع كليه القلب الامريكيه، وكانوا نزلوا كومباريزون بتوين الحاجات دي، يعني ما بين النون فاستنج ليبيد بروفايل والفاستنج ليبيد بروفايل، وقالوا انه انا ايه فوائد انه اعمل ليبيد بروفايل، يعني البروفايل كامل ما اتكلمش هنا عن كوليسترول وما اتكلمش هنا عن ترايجليسرايد. ولكن الشباب المصريين جابوا بردك من جايد لاين نزلت وقالوا انه لا خلاص احنا هنعمل صايم للترايجليسرايد للدهون الثلاثيه، وهنعمل عادي صايم او فاطر للدهون الكوليسترول او ال LDH والكلام هذا. على اي حال البروفايل حسب الامريكان كوليدج اوف كارديولوجي، ده من الموقع الرسمي بتاعها، كانت منزله البوستر ده وكان بيتكلم على الكومباريزون اوف فاستنج اند نون فاستنج ليبيد بروفايل، وقالت ان النون فاستنج ليبيد بروفايل اللي هو انك تكون فاطر انه لقيته يعني، او اللي هو نون فاستنج عملته يعني اتعمل على 300 الف شخص، وانها ايفيدنس بيس خلاص نيو جايد لاين انه تعمل نون فاستنج ليبيد بروفايل، انها اكتر ان الحاجه دي براكتيكال اكتر والسيفتي بتاعتها اكتر والكوست سيفنج بتاعتها افضل، وفي نفس السياره يعني ما عادش العيان تقول له بص لا خد اعمل لي التحليل ده وبكره ان شاء الله جاي تعالي او تعالي صايم والكلام ده، لا انا اقول له دلوقتي روح على المعمل اعمل لي تحليل ليبيد بروفايل حسب الكارديولوجي الامريكان كوليدج اوف كارديولوجي. وطبعا انه بيقول لك تايم افيشنت اند بيشنت فريندلي، يعني العيان هيحب كده مش هيقعد بقى يستنى ممكن ما يجيش ممكن يقول لك لسه هصوم
خليها بقى ايه يوم الخميس، خليها يوم لا مش هينفع خلاص. العيان وهو موجود عندك في المستشفى هيقول لك انا بالمره اعملها وخلاص. طبعا برضك موجود انه برضك انها لابوراتوري فريندلي اند فيزيشن فريندلي، يعني بقت خلاص دي حاجه سهله وجميله ومش محتاجه اي تعقيد. انه انا اقول للعيان روح اعمل لي ليبيد فاستنج او ليبنج نان فاستنج، روح اعمل لي نان فاستنج، دي اسهل من انه اقول له اعمل فاستنج ليبيد بروفايل. طيب النان فاستنج زي ما قالت الامريكان كولج اوف كارديولوجي، قالت يعني انه احنا غالبا بنعمل بالطريقه دي وهي اولد جايد لاين، خلاص ما عادتش موجوده او انها موجوده ولكن في اولد جايد لاينز، مش موجوده دلوقتي في التحديث الجديد، ومش براكتيكال يعني امبراكتيكال يعني مش عمليه، والريسك بتاع هايبوجلايسيميا بتاعها عالي لو كان العيان دايابيتيك اون ميديكيشنز اند لايك ذس. الكوست انكريزنج، لقوا انه التكلفه بتاعتها عاليه يعني، وان نيسيسري ريتين فيزيت، انه العيان بيرجع لك للمستشفى في زياره ملهاش فايده او مش ضروريه، انت مجرد بتخلي العيان يسيب شغله ويجي من مكان بعيد صايم ويجي يعمل لك التحليل ده وخلاص يعني. اوكي طبعا بقول لك مفقده للوقت والطاقه والطاقات ومش براكتيكال للبيشنت كير. فبالتالي احنا بنقول يعني الملخص بتاعنا انه الدراسه دي انها ابروفد انه نعمل النون فاستنج ليبيد بروفايل حسب اللي هو ايه البتاع الجديد او الدراسه الجديده او الجايد لاين الجديد حسب ما احنا انتشر وفهمنا وانتشر بين الناس الكلام ده. موجود خلاف، قد يكون الخلاف ده يعني خلاف طبيعي، كل واحد بيفهمه حسب وجهه نظره او حسب الدراسه اللي شافها، ولكن جنرالي الدراسات موجوده بشكل عام هي واحده، والدراسات بشكل عام بتقول انه النون فاستنج بروفايل ليبيد بروفايل مهم. بعض الكلام بيقول انه في يعني الكلام بيقول انه الكوليسترول ممكن نتعمل فاستنج، والتريجليسرايد تتعمل فاستنج، الكوليسترول نون فاستنج. ولكن بما انك هتجيب العيان وتعمله بدل ما تعمله مرتين تعمله مره واحده. الدراسات عندكم وان شاء الله تكونوا استفدتم منها، واي سؤال او اي استفسار او اي اكسبلانيشن للحاجات اللي انا قلتها ممكن تحطوها في الكومنتس بتاعت الفيديو ده، وربنا يوفقكم ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.